وإلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع، ونبدأ بالأهرام. البدري يواصل تحطيم الأرقام ويحذر لاعبي الأهلي. الجمهورية قبل العودة من أمام المقاولون، أشغال شقة في الأهلي. المساء، البدري لا وقت للمغامرات. ومع الأخبار، الأهلي يبحث عن فوز جديد أمام ذئاب الجبل. والوفد، الإصابات تضرب دفاع الأهلي. ومع المصري اليوم، مروان محسن ينتظم في التدريبات الجماعية. أما جريدة الوطن، الأهلي يستبعد معلول وأشرف من موقعة المقاولون الثانية. ومع جريدة الشروق، مكافأة إجادة للاعبي الأهلي بعد ثلاثية المقاولون. واليوم السابع، الأهلي يشيد بباكا بعد تألقه أمام الذئاب. أما جريدة بيتو، الأهلي يفحص محمد هاني طبيا قبل المران المساء. ومع موقع يلا كورة، الأهلي الحديث عن حسم الدوري يضر الفريق. وموقع في الجول، ربيعة يستمر في ألمانيا لمدة 4 أسابيع. آخر خبر معانا النهاردة، حتى ألقاكم تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.